إنه قال الناخب الوطني رابح سعدان في ندوته الصحفية أن الجزائر عادت إلى المحافل الدولية بفضل تضافر الجهود وتضامن الكل والتفاف الجميع حول المنتخب الوطني، الشيء الذي سمح له في تحقيق حلم كل الجزائريين وهو التأهل إلى كأس إفريقيا، وخاصة التأهل إلى كأس العالم، المنافسة التي غاب عنها قرابة ربع قرن. وعن حظوظ وطموحات الخضر في كأس إفريقيا للأمم يقول رابح سعدان: من ناحيه الهدف يعني تاع كاس افريقيا فني اكيد الوقت ضيق، يعني حتى احنا فريقنا اكيد دار نتائج لانه وصل، وهذا هما النتائج اللي كنا ان الاعلام راهو يرفرف في كاس افريقيا وكاس العالم من بعد 25 سنه، نظن الهدف تاعنا وصلناه. درك كاس افريقيا الوقت ضيق، ما عندناش وقت باش رايحين نحسنوا المستوى لان فريقنا باقي ضعيف وما عندوش امكانيات كبيره من ناحيه اللعب جماعي. يعني اكيد باللي كاس افريقيا ما راحينش نكونوا في اعلى مستوى، ولكن نحاولوا نمشي من المباراه للمباراه. رابح سعدان كان صريحا الى ابعد الحدود مع الحضور، واكد انه لا يجب تمويه انصار المنتخب ولا يجب ان نكذب عليهم باعطائهم الوعود الكاذبه، بالاضافه على التاكيد انه يبقى المسؤول الاول على الفريق ولن يسمح لاي كان التدخل في صلاحيته. وعن التشكيلة الوطنية التي ستشارك في الكان، استدعى المدرب الوطني لاعب وفاق سطيف عبد الملك زيايا الذي التحق بالتشكيلة المعروفة، وعن عدم مجيء مهدي الحسن خاصة قال سعدان: يعني الحقيقة لاعب ممتاز ومحتاجه المنتخب الجزائري، يعني شيء حاجة ثانية لأنه هو خلاص يعني هو دار وراقه الجزائرية، دار وراه محضر يعني وراه كما يقولوا مستعد يعني باش يجي المنتخب الجزائري. نظن الوقت الحالي ماهوش سمح له باش ينضم المنتخب الجزائري اللي عنده امور شخصيه صعبه جدا، لان درسناها معاه وما لقيناش حلول. احنا حاولنا مع رئيس الاتحاديه الحاج محمد راوراوا باش نلقاو له حل، ولكن للاسف لهذا اجلنا دخوله رجوعه للمنتخب يكون في وقت اخر. نذكر في الأخير أن المنتخب الجزائري سيتنقل إلى كاسولي بجنوب فرنسا في 26 ديسمبر لإجراء التربص الأخير قبل التوجه في 7 جانفي القادم إلى أنغولا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.